طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله بنتكلم على موضوع اليو ستراكشر تبع ملفات البي إن جي، كيف تتكون الملفات هذه، وكيف نقدر برمجيا مثلا أو حتى بأي طريقة أخرى إن احنا نتعامل مع الملفات، نشوفها نفهمها، نقدر ناخذ عنها فكرة أكثر، وفي نفس الوقت هنحل تحدي كنت نزلته أنا في تويتر قبل كم يوم. طيب، بسم الله. إذا أحد عنده إبداعات، يا ليت لو. اوكي، جميل جدا. بسم الله. طيب، خلونا نشوف التحدي حنشوف التحدي، حناخذ فكره عن بي ان جي، بعدين حنحلك. طيب، بسم الله. طيب، التحدي كان نزلت تويتر أنا فيها هذا النص. النص كان عبارة عن بيس 64 encoding لبيانات، وقلت إنه موجود داخله فلاج. في ناس كثير كانوا يسألوا إيش الفلاج، بمجرد ما تشوف الفلاج تعرف شو الفلاج. ف هنشوف الملف هذا. الملف هذا إذا حاولنا نفك الـ encoding، يعني لو بنفك الانكودنج حق فروم بيس بنلاحظ انه البيانات يعني باينري. ممكن لو نشوفها اكس دم بهذا الشكل، بنلاحظ انه عباره عن في بيانات باينري. في ناس اول ما يشوف البي ان جي بيعرف انه هذا ملف بي ان جي، ففعليا هو بي ان جي. انا لو بسحب هنا بقول رندر ايمج يعرض لي صورة في النهاية. هذه البيانات إذا انفكت بيس انكودينج 64 حقها بيطلع لي الصورة. جميل جدا. لو بحفظ الملف أنا هذا كباينري سيل أوتبوت تو فايل، خلينا نقول flag.png، اسحب الملف عندي. جميل جدا. هذا الملف اللي بنفس هذه الصورة، لو بسوي له زوم، لو بسوي خصائص عليه، اول شيء بلاحظ انه في الديتيلز الملف عباره عن 8 في 8، فكل نقطه من هذه بيكسل 8 في 8 16 بيكسل، عدد البيكسلز كاملين. بلاحظ برضه من المعلومات اللي بت ديب انه كل بت كم يمثل بيكسل، فبيطلع لي انه واحد، وهذه شيء مهم بنرجع له بعدين. طيب، انا لو بحاول اني احلها في البدايه بلاحظ انه خلينا نقول بيكسل اديتور، او لو افتحها بالامس بينت، انا عايز افتحها بيكسل اديتور بس عشان اسوي زوم عليها. جميل جدا. فهذا الملف وهذه البيانات اللي فيه. لو بحاول، في ناس كثير يعني حاولوا وصلوا لهذه المرحلة انه حيحول كل مثلا كل اسود الى 0 او 1 وكل ابيض العكس. يعني اذا حولناها مثلا 1 0 1 0 1 0 1 1 هذه 8 بالضبط، 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 4 1 1 0 1 1 0 1 4 5 6 وهكذا. إذا حول هذه وجاي يشوفها مثلا، خلينا نقول نون باينري، لا أجل معكوسة، انه واحد يتحول الى اكس ريبليس اور، صفر يتحول الى واحد، اكس يتحول الى صفر ريبليس اور. يس، ف كل اسود بصفر. بنلاحظ انه هذا حرف التي او اللي هو فعليا الباينري
تبع الكاركتر كود حق تي، بعدين ار مسافة، هذا مسافة اللي هو 20. إذا كملت برضو بيطلع لي إنه تراي هارد. في ناس كثير وصلوا لهذه المرحلة إنه كتبوا تراي هارد. 1 2 3 4 نكملهم. بس كنا 0 1 0 1 2 3 0 1 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0. ففي ناس يعني حولوا كل صفر إلى أو كل أسود إلى صفر، كل واحد أو كل أبيض إلى واحد، وسوى لها باينري ديكود يعني، وطلع للتراي هارد. وهذه يعني خلينا نقول طريق خاطئ في نص الصورة. إذا رجعنا للصورة بنشوف إنه فعليا ما في حجم كبير، يعني الصورة بهذا الشكل ما في ذيك المساحة ولا اللي حينكتب فيها تراي هارد وحينكتب فيها برضو فلاج في نفس الوقت تطلع صورة فاليد بهذا الشكل. فين ممكن تكون معلومة بجانب التراي هارد؟ طيب ملفات الصور البي ان جي، كل ملفات لها ستراكشر بشكل عام، والبي ان جي يعني نفسهم نفس الشيء. البي ان جي عبارة عن صورة بدأت يمكن تقريبا من 1991 أو 1992، لا بعدها، أما في التسعينات يعني بدأت تقريبا، يس في 96 أظن، في 97 نزل الـ RFC حقها اللي هي الستاندردز حقتها أو أول الستاندردز. فالصورة هذه زيها زي جيف، زيها زي بي بي، بس عندها ميزة إضافية اللي هي موضوع فيها عدة ميزات، يعني هي انحطت عشان الانترنت أو انحطت عشان الشبكات بشكل عام، عشان تنتقل على عن طريق الانترنت بشكل أفضل من الصور. أنا اللي عندي مثلا بي ام بي ولا جيف زمان أو في بداية الصور حطوا ستاندرد عشان يدعم الصور، بس ما حطوا في بالهم إنها تدعم مثلا ستريمينج أو إنها ترسل عبر الشبكة وتتحمل أجزاء منها إلى آخره. فالبي ام جي كانت واحدة من أهم مزاياها إنها تدعم انها تتحمل عن طريق الشبكه، يصير انا اذا فتحت صوره تتحمل لي على اجزاء مثلا ولا الاشياء هذه. الشيء الثاني انها تدعم ضغط لوزلس، يعني البيانات البيكسلز اللي فيها تنضغط وبعدين تنفك وقت العرض. فهذا يضمن انه اوكي في ان 10 مينتس. اوكي جميل جدا. يمكن الميتنج حينتهي فحنزل رابط مرة ثانية على يعني على حساب تويتر. إذا انتهى الرابط يعني أو تحدث الرابط بننزل مرة ثانية على حساب تويتر. stay tuned. طيب stay with free. okay. بسم الله. جميل جدا. إذا قطع قطعت السيشن بنزل حساب، إذا تغير الرابط بنزل على تويتر. طيب بسم الله. فالفكرة إنه هنا ملفات البيكسلز تنضغط وبعدين مرة ثانية يفك الضغط تبعها، فبالتالي يضمن لي صورة صغيرة وفي نفس الوقت يضمن لي إنه ما تتعدى محتويات الصورة ولا جودتها، عكس الجي بي جي مثلا أو الجي بي جي. جي بي جي تضغط الصور بس مقابل، صح إنه تاخذ مساحه اقل لكن انت قاعد تخسر دقه، وكل ما ضغطت وكل ما ضغطت مثلا الصوره بشكل اكبر تفقد دقتها بشكل كبير مره. بشوف اذا في مثال مثلا جي بي جي. anyways يعني ما حنقدر نشرح الجي بي جي، بس الفكره انه الصوره مثلا كمثال انا اذا بشوفها هنا، بسم الله، هذه صورة جي بي جي ما هي بي ان جي. بلاحظ انه مثلا الصورة الاصلية حجمها 230 كيلو، المضغوطة صار 35. يمكن بالنظر بالعين تبان انها نفسها، لكن فعليا لو بجي بسوي زوم بلاحظ انه في فرق الصور. الصورة ما ترجع لاصلها ابدا، واللي انضغط خلاص يروح. وهذه تنفع للصور الفوتوغرافية مثلا، صور الاماكن مثلا، الخلفيات اللي فيها صور طبيعية، لاندسكيبس وتيفر، لانه انا كناظر انا اشوف قدامي بحر، فما حيهمني انه كل بكسل ايش حيمثل ولا كل بكسل ايش حيكون.
PNG لا، PNG فكرتها في الغالب تستخدم للإيقونات، تستخدم للرسومات، تستخدم للجرافيكس، للأشياء هذه، بحيث أنه مهما ضغطت أنا بترجع لي الصورة الأصلية بالجودة الأصلية. فبشكل عام هذا PNG. والميزة الأساسية اللي ذكرتها أنا أول، اللي هي صمموها أنها تنتقل عن طريق الشبكات، هذا خلاها تبنى بطريقة يسموها chunks. chunks عبارة عن زي البلوكس، خلينا نسميها في الصورة. الصورة عبارة عن مجموعة بلوكس، كل بلوك عنده وظيفة محددة. في الغالب البلوك اللي في البداية يكون يحتوي معلومات الحجم، كم طول في العرض، في معلومات ثانية يعني بسيطة. والبلوكس الثانية تكون بلوكس بيانات، مثلا بكسلات وتبر. فلما تتحمل الصورة حيرسل أول بلوك اللي يحدد الحجم، كم طول، في كم عرض. بعدين تبدأ ترسل تشانكس حق البيانات، حق البكسلز. فكل مثلا كل باكيت ولا كل مجموعه باكيت حتشيل تشانك، والمتصفح حيبدا يعرض 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 الى ما يوصل للتشانك الاخير. في تشانك برضه يعتبر اخر تشانك موجود في مجموعه البلوكس هذه، يقول للمتصفح ولا يقول للرندرر ولا يقول للبرنامج اللي قاعد يرسل يستقبل الصوره انه ترى وصلت للنهايه، خلاص تقدر تعتبر انه الصوره وصلت بالكامل. فهي زي ما قلنا بنيت بطريقه بلوكات او تشانكس، حيث أن تسمح أنها ترسل بشكل صحيح. كل تشنك برضو عنده مثلا معلومات غير الاسم وعمله، عنده مثلا CRC سيجنتشر تبعه، في توقيع للملف هذا. فبالتالي نقدر احنا نعرف انه مثلا هل وصلنا تشنك بشكل صحيح ولا لا. طيب أنا بشوف في صورة تشرح ال PNG بشكل سليم. هذه في مجموعة صور تبع كوركامي، إذا أحد ما مرت عليه. كوركامي ينزل أو تنزل، أنا ما أعرف ده هو ذكر ولا أنثى، بس إنه ينزل أو تنزل زي ديزاينز لمجموعة صيغ الملفات EXE وديسك درايف وزيب فايل وغيرها، تشرح الستركشر. فهنا البوستر هذا يشرح ملف PNG عبارة عن صورة بهذا الشكل، عبارة عن ثلاث نقاط حمراء وخضراء وزرقاء، وهذا الهكس دم تبع الصورة PNG، وهنا وصف للملف بشكل كامل. لو نشوف انه برضو حتى الصورة اللي انا عندي نفس الشيء، يعني انا عندي نفس الشيء هنا PNG بعدين IHDR نفس اللي موجودة هنا، فكل الصور تستخدم يعني نفس الستركشر، اختلاف الكونتنت تبعها. بنمر على الصورتين احنا بنلاحظ الفروقات وبنفهم بشكل عام ايش الاستراكشر تبع PNG. طيب قلنا احنا PNG عباره عن chunks، بس في البدايه مره في سيجنتشر عباره عن تقريبا 8 حروف او 8 بايتات، اللي هو تقريبا هذا ثابت في كل الصور. كل ملف PNG عشان أعرف إنه ملف PNG valid ولا لا، إذا أحد أعطاني ملف، أول طريقة أو كان أنا كبرنامج ولا كشخص، أول طريقة عشان أحدد إنه هذه صورة حقيقية ولا صورة valid، أول شيء بسويه إنه أتأكد إنه هذه الثمانية حروف موجودة في بداية الملف. إذا الملف يبدأ بشيء غير هذا ما تصير صورة PNG، ولا حضطر إني أشيك على شيء بعدها. هذا signature، وهذا أغلب الملفات عندها signatures باختلاف أحجامها والستركشر تبعها. PNG عندها سيجنتشر بسيط جدا. بسم الله. بعدين تبدا تشانكس. التشانكس باختلافها زي ما قلنا لها ستراكشر محدده. خلينا لو نحاول نكتبها. حيكون لكل تشانك اول شيء سايز 4 بايتس. بعدين ID خلينا نسميه 4 بايتس برضو. بعدين داتا ايش ما كان الحجم، وفي الاخير في عندنا اللي هو CRC check 4 بايتس. فكل سكشن او كل chunk عندي انا هنا حيلتزم بهذه الاشياء. فنجي نشوف هنا مثلا في الصوره اللي في الرسمه، بلاحظ انه بعد السيجنتشر يجيني هيدر. الهيدر هذا دائما يكون اول chunk، فكل صور
اول شنك فيها ما اقدر ابدا بيانات، ما اقدر ابني اي شيء ثاني، لازم في الغالب او حسب الستاندردز انه يبدا الهيدر. بلاحظ انا عندي انه هنا سايز مثلا دي تقريبا 13 حرف، بعدين الاي دي اي اتش دي ار اربع حروف تمثل الهيدر، وهذا هذا اللي يحدد انه هذا تشنك هيدر اللي هو اي اتش دي ار. فهذا الاي دي تبع التشنك هذا. بعدين تجي معلومات خاصة بالتشنك، يعني كل تشنك الان حسب نوعه تختلف البيانات. يعني احنا هنا قلنا السايز مثلا 0 دي الاي دي اي اتش دي ار مثلا، بعدين بيانات طولها تقريبا 13 او اقل في هذه الحالة whatever. يعني هنا نشوف نفس الشيء، ودائما الـ IHDR أو الهيدر تشنك طوله 13 لأن طوله ثابت. هو يحتوي معلومات عرض الصورة، وبنشوف هنا عرض الصورة الويدث 3 اللي هو 3 بيكسلز نفس القيمة هذه، بعدين طول الصورة بيكسل واحد، بيكسل واحد من هنا، بعدين مثلا بايت أو بيتس بير بيكسل، يعني كم في بيكسل يمثل لي أو كم في بيت يمثل لي البيكسل الواحد. هنا 8، بالتالي كل 8 بيتس أو كل واحد بايت يمثل بيكسل واحد. بعدين عندي الكولر، الكولر اللي هو 2 هذه، في عندي مثلا 0 أو عندي 1 مثلا اللي هو هل هو اللون مثلا ريد جرين بلو ولا جري سكيل بس مجرد أبيض وأسود، ولا مثلا مونوكروم بس، يعني مثلا زيرو مونوكروم، زيرو يقول لي انه بس ابيض واسود، واحد جري سكيل يعني ابيض واسود وتدرجاتهم، اثنين ريد جرين بلو، اربعه مثلا لا في باليت، في مجموعه كولر سكيمز ولا كولر يعني سيستمز، هذا يحددهم، هذا يحدد لي هل الصوره ملونه ولا ابيض اسود ولا واتيفر. كومبريشن كلها في الغالب الى الان ستاندرد يحددها بزيرو از ديفليت، وهذه خوارزميه الضغط. في اكثر من كل سكيما كومبريشن ديفليت في كل الصور في الغالب الى الان الستاندرد ينص على انها شيء واحد. الفلتر والانترليس، انترليس يحدد هل الصوره مثلا تتحمل بشكل جزئي، ممكن بين هنا في انترليس في الصور، هذا موضوع الانترليسينج، هل الصورة مثلا تتحمل أجزاء وراء أجزاء مثلا ولا بهذا الشكل، هذا الشكل يوضح الانترليسينج بشكل أفضل. هل الصورة مثلا تتحمل خلينا نقول سطر ورا سطر أو تشانك ورا تشانك، أو تتحمل جودة منخفضة بعدين تتحمل بيانات جودة أعلى بعدين جودة أعلى بعدين جودة أعلى لما توصل للجودة النهائية. فهذا موضوع الانترليسينج، هذا تدعم الجيف برضو بجانب البينجي، بينجي ففي نون وفي انترليست. كل هذه بيانات موجودة في الهيدر، الهيدر هو اللي يحدد الصور هذه هل هي فيها انترليس ولا لا، ويحدد كم في بيكسل في كم في بيت في البيكسل وهكذا. فهذا الهيدر بنشوف انه برضو موجود في الصورة تقريبا إلى هنا. فهذا الهيدر من بداية الحجم، أنا لو بجي بشوف لو بقيس المسافة من هنا إلى هنا تقريبا هذا أي هيدر، هذا حيكون E3 طيب. فإذا قلنا هذا الهيدر، بعدين جينا نحسب مثلا دي، هذه البيانات، هذا طول البيانات دي اللي هو محدد هنا بدون الهيدر، وبعدين التوقيع. فهذا CRC للبيانات مع الاي هيدر. إذا بجي بحسب من هنا
جوجل فروم هيكس واعطي سي ار سي 32 مفروض يعطيني اي سي 7483326 نفس هذه الفاليو. فهذا اللي هو سي ار سي تبع الهيدر نفس اللي شايفينه هنا. بلاحظ انه السي ار سي مختلف هنا لانه قيم الهيدر او حجم الصوره طولها ارتفاعها عرضها كم في بت في البكسل الى اخره هذه كلها هنا مختلفه فبالتالي التوقيع مختلف تبع الهيدر. الفكره انه اذا وصلني تشنك انا اعرف هل وصل بشكل صحيح ولا لا عن طريق السيجنتشر تبعه. طيب هذا اي اتش دي ار او اللي هو الهيدر. طيب قلنا هذا توزيعة يعني هذا تركيبة أو الستركشر تبع الشنك تبع البي ان جي. فالستاندرد بي ان جي حتكون في البداية سيجنتشر اللي هو 9 حروف هذيك اللي في البداية و8 حروف بعدين اي اتش دي ار اللي هو الهيدر اللي يحدد الصورة تفاصيلها طولها عرضها وكم بيكسلز إلى آخره. بعدين حيجي chunk ثاني اسمه IDAT وبعدين IN. هذا minimum PNG يعني أصغر PNG لازم تتكون من هذه الأشياء. تتكون من signature توقيع ثابت من I header يوصف الهيدر حق الصورة بداية الصورة. بعدين IDAT يكون في بيانات البكسلز وبعدين في النهاية I end اللي هو نهاية الملف. فهذه مينيمم وهذه chunks بنشوف أغلبها تبدأ بحرف كابيتال هذه معناها إنها critical chunks لازم تكون موجودة. في بنلاحظ لو بنشوف إحنا مثلا لو بنروح لل الستاندردز تبع البي ان جي المعايير اللي انحطت لها انا لو بنزل مثلا طبعا تشرح هي موضوع الشانكس بشكل كامل تشرح الستاندردز تبعها مثلا هذه الفاليوز تبع الكلر رح تشوفنا انه في الصوره مثلا كل بكسل عباره عن مثلا 8 والى اخره. فانا لو بنزل بلاحظ انه في مثلا في شانك PLTE فهذا critical chunk بس ما هو لازم إلا إذا كانت الصورة تدعم الباليتس هذه اللي هي جداول الألوان. إحنا ما إحنا مستخدمينها لا في الصورة المثال ولا في التحدي بس هذا chunk يعني أساسي. IDAT من chunk الأساسي من critical كل هذه 4.1 section 4.1 يتكلم عن chunks الأساسية critical chunks. فبنلاحظ إنه image header هنا الاي هيدر من الكريتيكال ومن البدايه وهنا طبعا يشرح لك كامل الشانكس. بنلاحظ انه في شانكس بس 4.2 اللي هي الانسلري شانكس اللي هي شانكس ما هي اساسيه وعادي اذا ما كانت موجوده. لو بنزل مثلا على 19 بلاحظ مثلا انه في باك جراوند كلر هذه شانك تشرح لي ايش لون الباك جراوند. بلاحظ انه تبدا بحرف سمول فبالتالي هذه من الانسلري chunks. في مثلا جاما chunk للموضوع الالوان من الالوان الهيستوغرام تبع الصوره physical pixel dimension تشرح العلاقه بين البكسلز في الصوره والبكسلز مثلا في جهاز العرض significant bits text مثلا اذا انا عندي مثلا الصوره اذا بشرح عنها مثلا أبى أحط مين الكاتب تبعها إذا في كومنت وهذه في برامج تستخدمها عشان تخزن مثلا معلومات إضافية صور إنه هذا برنامج مثلا تم تعديله باستخدام فوتوشوب فيستخدموا تكست شانك وهذا برضو أنسلري شانك ما هو أساسي وما هو لازم يكون موجود. anyways فهذه موضوع شانكس في الصور كل صورة عبارة عن شانكس في شانكس أساسية لازم تكون موجودة وفي شانكس عادي في أي مكان. جميل جدا. اللي صاير الحين انه في الصورة هذه الأساسية أبشوف انه بعد ما الهيدر حدد خلينا ننط في النهاية للإند برضو عبارة عن chunk
فبلاحظ انه السايز تبعه زيرو، فبالتالي ما عنده بيانات. هذا عنده دي، فحجم البيانات دي 13 حرف، لكن هذا عنده بيانات زيرو. بعدين الاي دي which is IN، وبعدين التوقيع تبع هذا ما في داتا لانه حجمها زيرو. هنا نفس الشيء، بلاحظ انه هذا التوقيع 4 بايتس، بعدين IN 4 بايتس، بعدين 4 بايتس للحجم، هذا تشنك النهاية. وبلاحظ انه نفس توقيع كل الصور بين جي عندها نفس توقيع التشنك الاند، لانه فعليا ما في بيانات. فبالتالي سواء صورة التحدي ولا صورة البنج هذه ولا البنج نفسها اللي فيها البوستر هذا، كلهم مفروض يكون عندهم نهاية النهاية بنفس هذا الصورة. يعني لو بسحب نفس صورة البوستر هذا كبنج وبجي أشوفها، بلاحظ أنها نفس الستركشر IHDR بعدين IDAT، بعدين بلاحظ بيانات كثيرة اللي تمثل بيانات البيكسلز اللي في البوستر، وفي النهاية لو بشوف بلاحظ أنه الIN نفس الشيء. فهذه موحدة في كل الـ PNGs. صار اللي اختلف عندنا يعني فعليا اللي هو موضوع تفاصيل الهيدر اللي يعطيني الحجم ارتفاع وعرض وكم بت في البكسل وإلى آخره، ومعلومات الداتا نفسها، بيانات اللي داخل الـ PNG نفسه. طيب طبعا الدات هذا أو الاي دات اللي يشنك الاي دات اللي يمثل الداتا، هنا يكون فيه معلومات البيكسلز، هنا يكون فيه كل نقطة من هذه النقط مثلا، إذا فرضنا أنه هذه البيكسلز كلهم بشكل مضغوط باستخدام خوارزمية اسمها زيلب ديفليت. هذه خوارزمية ضغط تستخدم في وينزب، تستخدم في عدة برامج يعني. زيلب ديفليت وانفليت نفسها اللي تستخدم مثلا، حتى بي اتش بي مثلا فيها نفس الفانكشنز عشان تضغط بهذا الشكل إلى آخره. فهو هنا فك الضغط على البيانات، يعني هنا ما هي مضغوطة، فهو حطها بهذا الشكل لأنه في نوع من أنواع الضغط أنه بدون ضغط. يعني لو أنا بضغط شيء أنا ممكن أقول just store data بدون ضغط للبيانات. فبلاحظ هنا أنه حط لي البيانات البيكسلز اللي مثلا FF0000 هذه يعني تبين لي هنا نفس الشيء، اللي هي هذه تمثل اللون الأحمر هنا واللون الأخضر واللون الأزرق. فبيانات البكسل موجودة هنا نفس الشيء. بس أوري بس مثال على الزيلب نفسها، ممكن ألاقي موجودة هنا. إذا بكتب مثلا hello world وبجي بسوي لها deflate، زيلب deflate، بلاحظ انه ضغطها صح الحجم كبر لانه يضيف اوفر هيد في البدايه عشان يضغط البيانات، بس اذا انا اعطيته حجم اكبر المفروض يعطيني حجم اقل. يعني اذا بنسخ انا نص اطول وسيفر البيانات، بلاحظ انه الانبوت تبعي 800 بايت و800 حرف، لكن بعد الضغط صار 500 حرف. ففعلا يعني هي افيشنت لكن حسب حجم النص. لكن انا اذا دخلت هيلو وورد هنا حتطلع لي حجمها اكبر شويتين. ادخلت انا 11 حرف طلع لي 31 لانه في هيدر وفي اوفر هيد في البدايه. في برضه قلت انا في انواع، ففي هذا بيعطيني لا 19 اقل من الاول. يعني انواع لنفس الكومبريشن الجوريثم. وفي نون ستور، هذا بس يحفظ البيانات، فبيانات ما زالت موجوده بصيغتها الاصليه، وهذا الاوفر هيد اللي في البدايه والاوفر هيد اللي في النهايه. هذا مثلا هذا حتنشوفه في ملفات الزب فايل. لو انا بجي بضغط ملف زب فايل وحطيت الكومبريشن تبعه بزيرو مثلا حيخليه ستور، فالملف بالكونتنت الاصلي تبعه حيكون ما زال موجود از از يعني. فالبيانات هنا نفس الشيء، نعمل لها ضغط بيانات البكسلز وبعدين ينفك الضغط. اللي يحصل هنا في الـ PNG اللي ينضغط فعلا اللي هي هنا بيانات بيكسلز، لو نلاحظ هنا بيكسلز اللي هي اللاين فلتر مع البيانات البيكسل. اللاين فلتر اللي هنا 00 تقول لي انه الفلتر تبع الخط، كل خط في الصورة او كل صف او كل رو لازم اول حرف فيه له اللي هو اللاين فلتر، بعدين تيجي بيانات البيكسل. فاللاين فلتر هنا يقول 00 بما معناه انه
انه في انا اقدر في الصور واغلب الصور الاحظ انه مثلا في ابرسم مثلا خط، لما اجي ارسم الخط اللي بعده بلاقي نسخه من اللي قبل، فواحده من اللاين فيلترز تقول انه ترى السطر هذا اللي حيرسم خذه من السطر اللي فوق، فهذا يسمح للبيانات انها تنضغط بشكل افضل، ويسمح للي يسوي رندر انه الردي انا رسمت الخط اللي فوق كوبي بيست على الخط اللي تحت. فهذه واحده من اللاين فيلترز يعني، بس هنا صفر فما في لاين فلتر، مجرد انه نفس بيانات البيكسلز حتنعرض هنا. فنفس هذه FF0000 اللي هو احمر، الاخضر بزيرو والازرق بزيرو، ريد جرين بلو، الريد فل 255 والباقي اصفار. فبنلاحظ انه طلع احمر طلع اخضر طلع ازرق حسب بيانات البيكسلز. فاذا عندي انا صوره فيها اكثر من صف حيطلع لي لاين فلتر بعدين بيانات الصف، لاين فلتر بعدين بيانات الصف وهكذا. طيب نجي نشوف بس على السريع صورة التحدي. بلاحظ أنا إنه زي ما قلنا 8 حروف سيجنتشر، عبارة عن شيء طبيعي جدا يعني موجود في كل الصور. بعدين الهيدر حجمه 13 حرف أو دي. بعدين الاي دي تبع الشنك هذا بعدين 16 حرف او 13 حرف يعني دي. تعطيني انه عرض الصوره 8 بيكسلز 8 نقاط، ارتفاع الصوره برضو 8 بيكسلز او 8 نقاط، بت لكل بيكسل. فأنا إذا كتبت حرف واحد بس، إذا كتبت مثلاً تي حق تراي هارد، التي لحاله فيه 8 بتات، فالتي الواحد حيكفيني 8 نقاط. هل هي سودة ولا بيضة؟ لأن أنا هنا حددت إنه كل بيكسل يمثله بت واحد اللي هذه القيمة. بنشوفها هنا، هنا يقول لي كل 8 بت تمثل بيكسل، لكن أنا عندي هنا واحد اللي بالتالي فقط يعني حرف واحد مثلا زي تراي حيعطيني 8 نقاط. بعدين كولر هنا هو اختار 0 اختار 2 ريد جرين بلو، انا حطيت 0، بالتالي اللون اللي عندي حيكون عباره عن، لو نرجع لل ار اف سي تبعها نشوف الهيدر اي هيدر، يس اي هيدر، بلاحظ انه صراحة اللي قال لي إنه ترى البيت ديف اللي واحد بايت، بعدين كولر تايب واحد بايت. لو بنزل أنا للكولر تايب اللي محطوط في الصورة حق التحدي صفر، بمعنى allowed bit depth بواحد، بالتالي each pixel هنا أنا عندي في الصورة الأصلية يمثلوا each pixel يمثلوا بس واحد، الكولر تايب زيرو والبيت ديف أنا عندي بواحد. لو بجي أشوفه هنا أنا عندي دقيقة هذا الطول بعدين البت بير بعدين الكولر كولر تايب بزيرو أنا حطيته، فالبت ديب عندي بواحد معناه كل بيكسل يمثله بت واحد. هنا فقلنا كولر تايب كومبريشن ميثود بزيرو نفس اللي في الصورة، بعدين فلتر عندي بزيرو، بعدين انترليس بزيرو، وفي النهاية السي ار سي تبع الهيدر هذا. فإلى هنا تقريبا هذه كلها عبارة عن شيء عادي موجود في كل الصور. بعدين نجي التشنك الثاني. التشنك الثاني عبارة عن 26 طبعا بالهكس، لكن لو بشوف أنا كم بايت بعدين واتيفر اللي هي حجم الدات هذه، ف 26 بالهكس 16 حجم البايت في الايدات. بعدين الاي دي تبع الداتا داتا تشانك الاي دي تبع الداتا تشانك، بعدين تبدا البيانات اللي المفروض تكون 26 بشكل 20 بشكل 26. هذه بيانات الايدات او التشانك تبع نفس الشنك تبع الايدات. بعدين تجيني 4 بايتات اللي هي
السياسي. أنا لو بشوف من هنا مثلا إلى الأيداد، لو بنسخ هذه بسوي لها from hex وبقول له CRC لها، بيطلع لي 99.9EC0DD نفس السي فورسي هذا. فهذا عبارة عن توقيع للايدات مع بيانات. طيب البيانات هنا ما بعد الايدات فروض انها تمثل البيانات البيكسلز، بس انا لازم افك الضغط تبعها. فلو باخذها انا من هنا الشكل، يعني لو ببدأ أخذها من بعد الـ I header إلى هنا اللي 26 26، مجرد ما أحطها يعني كhex هذه البيانات الأصلية، أنا لو بسوي لها deflate zlib deflate inflate العكس deflate، حتضغط inflate حي حيفك الضغط. يعني أبلاحظ أنه عندي بيانات لو سويها hex dump to hex dump، أبلاحظ أنه عندي صفر، هذه اللي قلنا حتكون line filter صفر يعني، بعدين 54 اللي تمثل T 54، هذه لو بدي أنا أشوف مثلا أو حرف التي نفسه، لو بسوي تي أقول to binary بيطلع لي مثلا 0 1 0 1 0 1 0 2. لو أنا لو رجعت للصورة الأصلية في البداية عندي الصورة ألاحظ أنه من هنا يعني 0 1 0 1 0 وهكذا، نفس الصفرين في النهاية اللي هي الأسود، نفس حرف التي اللي هو نفس هذا حرف التي اللي هو عبارة عن 0 1 0 1 0 1 0. فالفكرة هنا أنه حرف التي طلع لي أول صف في الصورة، وقبله اللي هذا اللاين فلتر، لو شوف أنا هنا اللاين فلتر بزيرو، وبعدين بيانات البكسل اللي هي حرف التي 8 بكسلز او 8 نقاط في الصوره. بعدين بلاحظ انه السطر الثاني حيبدا لاين فلتر زيرو، بعدين حرف الار اللي 8 حروف التاليه 8 حروف التاليه. فاذا انا قلت انه كل واحد من هذول، اذا هذا 1 2 3 4 5 6 7 8، هذول الثمانيه حيمثلوا لي دقيقة بس لو حيمثل 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني هذه T R Y مسافة H A R D. فهذا الشكل أنا رسمت بال T R Y H A R D رسمت 8 صفوف من الصورة، أو يعني 8 صفوف فعليا، وكل حرف فيه 8 بتات اللي تعطيني 8 أعمد. فهذه تراي هارد اللي كل واحد كان يشوفها وكل واحد كان تطلع له. لكن البيانات تبع ايدات اللي شفناها احنا هنا اللي تكملت اللي ما زالت من داخل الايدات اللي مضغوطة تحتوي على اكثر، يعني هذول الثمانية مفروض انهم يغطوا الثمانية اللي هي محطوطين في الهيدر. يعني انا عندي هنا حطيت انه عرض الصورة 8 بكسلات، ارتفاع الصورة 8 بكسلات، فالثمانية بكسلات هذه في ارتفاع الصورة تكفيني اني اعرض try hard لحالها بس. لكن في بيانات ما زالت داخل الشنك تبع الداتا الاي دات، ما زالت في بيانات يعني ما هي مستخدمة وما هي معروضة هنا، بجي بشوف نفس الشيء انه line جديد بعدين حرف الاف لاين جديد حرف ال L لاين جديد حرف ال J وهكذا. فالفلاج فعليا كان عبارة عن بيانات إضافية في الآيدات نفسها. يعني لو أنا بجي بشوف هذه الآيدات
اللي هو سكشن ال او الشنك الداتا، هذا عنده مشاركة. عبد الله، طيب اي احد عنده مشاركه شيء ممكن يكتبها في الشات او يتكلم وياخذ راحته. طيب بسم الله. فقلنا اي دات اللي هو هذا 26 هذه البيانات المضغوطه تمثل لي البيانات اللي كانت تنعرض، اللي هي 8 بكسلز طولا 8 حروف تراي مسافه هارد، وفي بيانات اضافيه تتبعها اللي هي بيانات الفلاج نفسها. فالفلاج عندي كان مخبى في بيانات الايدات. في نقطة هنا في الموضوع انه انا لو بعطل هذه مثلا وبعطل هذه الزيلب كومبريشن، هذه في الغالب عندها سيجنتشر. طبعا ما هو سيجنتشر، لكن الويندو سايز مع الميثود حق الضغط مع الليفل مع التشيك سم، هذه الاشياء لما تنجمع تمثل يعني زي سيجنتشر للزيلب. فأنا لو استخدمت مثلاً تول زي بينووك، لو بلاحظ مثلاً بينووك لو بروح السورس كود تبعها بينووك الماجيك نمبرز اللي هم يمثلوا لي تول، هذه بينووك تول تتعرف على الملفات وإذا داخلها ملفات وإلى آخره. أنا لو بنزل لتحت بلاحظ أنه يتعرف على الزيلب ونوع الضغط باستخدام البيانات. يعني دائما لما انت تضغط زيلب كومبريشن في كل بي ان جي مثلا، لو نرجع لهذه البي ان جي بلاحظ انه بعد السادسه 15 بعد الايدات بلاحظ انه مثلا 081 دي، فال 08 لا دقيقه هتكون لا هذه يمكن ما هي مضغوطه نفس الضغط ايدات ويندو سايز مفروض نفسها. anyways بشكل او باخر بينووك وغيرها من التولز اللي تكتشف اذا في ملفات مضغوطه ولا شيء حتقول لي انه ترى في بي ان جي فايل وترى داخله في زيلب كومبريشن بهذا الشكل، يعني بوجود هذه البيانات انه ترى في كومبريشن مثلا بس كومبريشن ديفولت كومبريشن، يمكن هنا برضه النو كومبريشن تقريبا دقيقة 7-8 وندي اوكي ما ادري يمكن ما حيطلعها. anyways لازم اجرب بينووك على الصورة هذيك. anyways بس انه في الغالب بينووك اذا انا هستخدمه على صورة حيجيب لي انه ترى في بي ان جي بسبب السيجنتشر حقها، وحيقول لي ترى في ملف زيلب او ضغط هنا. انا في الصورة نفسها سويت زي مو تريك، لكن يعني حاولت اني اعدل الهيدر نفسه، عدلت الهيدر نفسه بحيث انه ما يكون 087 دي نفس اللي موجوده هنا. فطبعا خالفت انا شيء في الزيلب بس انه ما زالت شغاله، بس اني انا فعليا كبرت الويندو سايز، فلما كبرت الويندو سايز اختلف السيجنتشر اللي بينووك ممكن يتعرف فيه على زب كومبريشن فايل. فما حيطلع لك انه في كومبريشن البينووك لاني انا فعليا غيرت الويندو سايز، بالتالي خليت انه الملف ما ينكشف بالبينووك يعني. فما بانت ما بان انه على طول اذا واحد طلع له انه ترى في زيلب داتا هناك ممكن تنكشف، لكن لاني كبرت الويندو سايز وهذا شيء ما هو ستاندرد، يعني ما هو شيء مره شائع. دائما الضغط يعني انا لو بجرب اضغط من هنا لو بجرب مره ثانيه بقول hello world زيلب ديفليت وبعدين بقول هكس دم بلاحظ انه مثلا 789 سي اللي هذه 789 سي، فهذه زيلب كومبرس داتا ديفولت كومبريشن. ف مجرد الضغط بالزيلب ديفليت العاديه حتكون مكشوفه بنواك، لكن انا زودت الويندو سايد فكسرت السيجنتشر اللي هو يدور عليه هنا.
فبنلاحظ انه هنا لا البيانات تبدا 0.8 D7 وهذا شيء ما هو شائع للضغط لكن ما زالت بارد يعني فالصوره صحيحه وتنفك ضغطها بشكل صحيح. حتى هنا انفك الضغط يعني اول ما انا سويت هنا زي الانفليت على طول اكتشف الضغط حقها. فالبيانات هنا كانت من البدايه كانت موجوده. طيب اذا انا ابغى ابين البيانات بشكل افضل او يعني كحل هذا واحد من الحلول اني انا اسوي انفليت للبيانات البيكسلز اللي داخل الصوره وبالتالي يطلع لي الفلاج. في حل ثاني ممكن نجربه الحين. اذا انا قلت انا هذه بيانات الصوره الاصليه الصوره توقف عند حرف الدي في النهايه وهذا اكثر من واحد يطلبني هنت اقول له لا توقف عند حرف الدي. فبالتالي في بيانات تحت هنا في بيانات ما زالت بالاسفل تكمل اللي هي الفلاج لكن ما هي باينه بسبب انه حجم الصوره محصور على 8. لكن انا اذا قلت اذا بسوي بروجرامر اللي قلنا 8 × 8 طيب باقي 10 دقائق جميل جدا. اذا قلنا 16 بيطلع لي ب10. فاذا حطينا الهايت هنا بدل ما هو 8 اذا حطيناه ب10 معناه 16 حرف. الان الصوره المفروض تكون 8 بكسل ضرب 16 بكسل. اذا جينا نحفظ سيف از في الديسكتوب لايك سولف بلاحظ ان الويندوز عرضها فعلا لكن يمكن اذا حطيتها في برامج ثانيه يمكن ما تشتغل. انا بس لو بتاكد اسحبها على كروم مثلا كروم ما عرضها لانه في حصلت مشكله. السيارتي انا غيرت على هيدر غيرت على اي اتش دي ار لكن ما حدثت التوقيع تبعه. فانا ممكن احدثها بشكل يدوي يمكن اعيد حساب التوقيع تبع الهيدر بحيث اني اسحب من اي اتش دي ار الى توقيع واحسب السي ار سي 32 حق هذا واكتبه هنا. او مثلا في تولز مثلا في تول اسمها تويك بي ان جي. تويك بي ان جي ممكن اذا بسحب عليها الصوره بتقول لي ترى توقيع الشنك حق الاي اتش دي ار غلط مفروض يكون بهذا الشكل يعني هو حاليا بهذا الشكل مفروض يكون بالشكل الجديد. اذا سويت اوكي ممكن هو بس يصلح لي خلاص بيصلح لي التوقيع بالتوقيع الجديد. انا بس لو هنا بضغط دبل كليك على الهيدر بيقول لي ترى العرض 8 بكسلز الطول 16 حرف او 16 بكسل كل بكسل يمثله بت واحد والصوره ترى جري سكيل. هذه يعدلها من الهكس اللي يعدلها من هنا بس هنا اذا عدلتها هو بيحل لي السي ار سي بيحسب لي اياه او انا ممكن احسبه بشكل يدوي زي ما حسبنا اول. لو بحفظ الصورة الحين مفروض انها تشتغل في كل برنامج بشكل سليم. كروم حتى عرضها بشكل صحيح. الان لو بشوف الصورة من جديد open solve لو بقول واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذه try hard القديمة حقتنا. لو ابدا مثلا اجرب الحين احسب الجديده حتكون مثلا 0 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
ما بعد الثمانية الأولى. بنسخ هذه البيانات وبرجع لل أقول هنا from binary وبسويها بيطلع لي فلاك، لأنه هذه فعليا البيانات البكسل اللي كانت متخبية ما بعد البيانات الأصلية، وهذا
في ناس كثير كانوا يطلبوا هنت، قلت لهم انه في يعني لاحظ الشيء بعد اللي انت قاعد تشوفه. فانت فعليا انت قاعد تشوف 8 الى هنا، بينما كان الفلاج زي ما مكتوبه تراي هارد فوق، الفلاج كان مكتوب بعدها مباشره. ف بشكل عام يعني هذه ملفات البي ان جي، وهذا هو التحدي. التحدي كان عبارة عن الفلاك كان مباشرة بعد التراي هارد، مجرد تغيير طول الصورة بيطلع الفلاك. أو في ناس حلوها مثلا بتول، بشوف إذا الأوتبوت حقها عندي، استخدموا طول أظن اسمها زي ستيج أعتقد أو شيء، تكتشف إذا في ستيجنوغرافي. أنا ما كنت أعرف فيها صراحة من قبل، ف يعطي العافية عبد الله. وبرضه حتى صالح يمكن حلها بنفس الطريقة، نشوف الأوتبوت تبعها. هذا التول إذا أحد استخدم زيستيج بيطلع ترى في إكسترا ديتا للإيمج ديتا، ويطلع الفلاج ويطلع إنه ترى في ديتا ثانية مثلا موجودة اللي موجودة فيها، بس هنا الفلاج يطلع بهذا الشكل لأنه موجود كإكسترا ديتا تعرف عليها. نفس فكرة الاند اوف فايل، الداتا اللي تكون في نهاية الملفات التنفيذية والأشياء هذه، لكن في هنا بيانات كانت موجودة من ضمن ملفات الصورة. في ترك بسيطة زي ما قلنا اللي هو موضوع الزيلب فايل، انه ما كانت شو اسمه غيرت الهيدر تبعه وغيرت الويندو سايز، بالتالي بين ووك والتولز الثانية ما حتتعرف انه في ملفات او في بيانات مضغوطة هنا، بالتالي الواحد لازم يفهم الستركشر تبع البي ان جي بشكل كامل عشان يقدر يطلع اذا في معلومات. تقريبا كان هذا هو التحدي، وهذا هو بشكل بسيط ملفات البي ان جي. انا ملف البي ان جي هذا بنيته انا يعني بهيكس اديتور، كتبت الهيدر، كتبت الشنك تبع الكتب سيجنتشر، كتبت الشنك تبع الهيدر، وكل تعديل كان هنا يصير سواء بتويك بي ان جي ولا بالهيكس اديتور بشكل مباشر. الآن أي واحد يقدر يسويها برمجياً، إنه يقدر ينشئ صورة PNG يرسمها بيكسل بيكسل مثلاً. وزي ما شفنا فيه لا في فيتشر زيادة اللي هي موضوع اللاين فلتر والأشياء الثانية، هذه أشياء إضافية في PNG تسمح إنه تضغط الصور بشكل أفضل مثلاً، تحط باليتس مثلاً للكولرز واتفر. بشكل عام هذه PNG يعني أبسط PNG ممكن نشوفها. ممكن أشارك هذا البوستر للي ما شافه من قبل ما استخدمه، بس عشان يعطيك فكرة أفضل عن الستركشر تبع البي ان جي. ويعطيكم العافية كلكم على الحضور. إذا أحد عنده أي تعليق ولا شيء، باقي 3 دقائق إذا فصل ممكن نرجع مرة ثانية ونكمل. في أحد عنده إضافة تعليق شيء؟ ممكن تستخدموا الشات، ممكن تسووا unmute في الزاوية. الله يستر عليك، الله يعطيك العافية، الله يخليك. السيشن مفروض انها مسجلة، لكن مفروض انها مسجلة بس لانه التسجيل قطع، فبحتاج انه بكم في بعض وبشوف، بس إن شاء الله برفعها وبشاركها في على يوتيوب وبشاركها في الحساب. الفكرة هنا بشكل عام إنه الواحد يعرف إيش هي البيكسلز، إيش هي الصور، إيش هي الأشياء هذه. لما تشوف ملف لازم تحط في بالك إنه كيف قاعد يشتغل. تقترح إنه تجلدني؟ طيب ترى ما هي شيء يعني، أنا عجبتني صراحة لأنه الصورة صغيرة جدا، يعني أنا ما أنا قاعد أخبي و you don't need to brute force anything ولا أي شيء. يعني قدامك في النهاية لو نجي نشوف كم بايت، يعني لو بجي بحسب الملف كامل ترى it's nothing يعني، وفي أشياء أجزاء كبيرة منه. يعني إذا قلنا هذه ثابتة، هذه ثابتة، هذه ثابتة، فما يبقى عندك إلا هذا الشيء فقط، فما في إلا تحفر في الستاندردز. الRFC مرجع رهيب جدا، اعتمدت عليه بشكل كبير. الRFC تبع البي ان جي وتبع الزيلب كومبريشن نفسها. ف
فأنا أقترح أنك تشد حيلك في التحدي الجاي إن شاء الله. أي أحد عنده إضافة ولا شيء؟ أنا موجود على تويتر في أي وقت. وإذا في أي شيء أنا موجود يعني. إن شاء الله بينزل على اليوتيوب. الله يعطيك العافية. طيب باقي أقل من دقيقة واحدة. الله يستر عليكم. إذا في أحد عنده سؤال ولا شيء ممكن يشاركني إياه بشكل مباشر خلاص عشان ما نرجع لهنا مرة ثانية. الله يستر عليكم. إن شاء الله أشوفكم في تحديات جاية. السلام عليكم.